كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم شارك معكم واحد الفلوق ديال واحد سفر لمراكش تاج زوينه فواحد لوطيل زوين. خليكم معايا تكتشفوا. بعد ما عصر لي ولدي واحد العصير ديال الليمون ودرنا زدنا عليه البنان وشربوا بوحدو، حسيت بالملل وقلت خاصنا شي تسافره. ايوا قررت اننا نسافر انا وفريد، وغادي كنقبل نمشي درت واحد سوان فيزاج بوز فيرني وواحد البيديكور نعم سيدي، وشدينا الطريق فرحانين كنضحكو كنتبوسو انا وولدي. هذا هو الاوتيل اللي خدينا، سميتو وازو اوتيل. باش عجبني هاد الاوتيل فيما درتي كنلقاي طاوس كيدور فيه دي زوازو بزاف و رائع. زنجيجنا المغربي الأصيل كيعطي لمسة رائعة في الممشى في المدار، ما شاء الله على التراث ديالنا الزوين. Thank you.
قلنا يجي نضربوا شي دويره في مراكش ونكتشفوا شي بلايص جداد. وفعلا لقينا واحد البلاصه رائعه بزاف يلا حدرت مؤخرا، هو لوتيل حدا لوتيل ديال كريستيانو رونالدو. وفريمون ديك البلاصه زوينه بزاف، فكرتني في دبي، وخليكم تكتشفوها تعجبكم تنتوما بزاف. بعد ما تشينا غنضربوا دويره في واحد المول باش نتقداو شي حاجه. المول صراحه زوين كيعجبني، فيه دوك المحلات اللي انا كنبغي ناخذ من عندهم لي مارك المناسبين لجيبي وزوين صراحه، فيه بزاف ديال لي مارك مزيانين. تقدينا شي حوايج وانا ديما فاش كنكون في مراكش ضروري كندوز هاد المحل، صراحه زوين بزاف كيعجبني. كناخذ من عنده الحلوه الشاميه، وخديت معايا لبيه وخديت واحد البسبوسات وشحال من نوع ديال الحلوه كنديو معايا جديده. وهكذا السفره ديالنا، نتمنى الفلوق يكون عجبكم.